صباح الخير على الجميع. طبعا في ناس كتير بيجي لها سؤال، انا وانا ماشي على الرجيم او ماشي على دايت المفروض اكل امتى، المفروض افتح امتى، عايز اكسر الروتين بتاعي اعمل ايه؟ هل انا هفضل على طول كده ماشي طول الاسبوع او طول الشهر دايت دايت على طول ودايت قاسي ومش قادر وجعان ومش متزن؟ طب اعمل ايه؟ وبشوف طبعا كميه الاكل والحاجه اللي طالع من الفرن وهو سخن، طبعا افتح الثلاجه الاقي فيه اكل، انزل الشارع، طب اعمل ايه؟ المفروض افتح امتى؟ في ناس كتير بتعمل غلطه كبيرة جدا، ودي انا هديكم فيها تيبس صغيرة جدا. ايه هي؟ ان انا بفضل طول الاسبوع او طول الشهر دايما مجوع نفسي، عامل دايت قاسي، مش بكسر الروتين بتاعي. الروتين بتاعي اكسره ازاي؟ لازم اكسره بالوجبة الفري او اللي هي اسمها الادق الصحيحة قوي اللي هي الشيت ميل. في ناس بتعمل دي فري، ما هو دي فري انا هفضل طول اليوم عمال باكل في حلويات وباكل في بيتزا وباكل الكلام ده، طبعا هدخل كمية كالوريز كبيرة جدا، بالتالي انا وزني هيبوظ او وزني هيفضل ثابت زي ما هو، بالتالي مش هقدر اوصل للهدف بتاعي او الجول بتاعي. طب المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا مثلا على حسب الجدول بتاعي اللي محطوط لي، سواء الدكتور اللي كاتبه لي او سواء لو حد مدرب متخصص معاه نيوتريشنست مثلا بيكتب لك النيوتريشن بتاعك وبيقول لك بيديك شيت ميل في اليوم واحده بس. الشيت ميل دي بتاكل فيها وجبه مثلا سواء بيتزا او اي اكله فاست فود، دي ليه؟ لازم نكسر الروتين بتاعنا، ما ينفعش ان انا افضل طول الاسبوع او طول الشهر ما باكلش اي اكل تاني من بره او مش باكل اكل فيه فاست فود او فيه زيوت. طب انا هستفاد ايه؟ اللي انا هستفاده ان انا هعلي الميتابوليك ريت او الميتابوليزم بتاعي. الميتابوليزم بتاعي يعلى ازاي؟ يعلى لما انا اكسر الروتين بتاعي ان انا ادخل كميه كالوريز كبيره في وقت معين في وجبه واحده، الجسم يهضمها، يبتدي الجسم يبتدي بتاعي يحرق، يبتدي الوزن بتاعي ينزل، البودي فات بتاعي اخسر دهون كويس بطريقه صحيحه، الميزان بتاعي يكون متظبط، ابتدي اخد جول معين واوصل للجول بتاعي. طيب ايه المفروض اعمله؟ طيب انا همشي على نظام غذائي صحي جدا وكويس وموازن السعرات بتاعتي على حسب المدرب اللي حاطته لي او الدكتور، وبعد كده باخد شيت ميل واحده تمام سواء في الاسبوع او في اخر الاسبوع، ممكن اخد واحده ممكن اخد اتنين، في ستادي كتير قالت ممكن تاخد واحده ممكن تاخد اتنين، هي مفيش حاجه ثابته او مفيش حاجه، بس العلم الصح ان انا المفروض اكثر الروتين بتاعي ده كله ان انا اخد وجبه فري عشان النفسيه بتاعتي، فبالتالي انا الميتابوليزم بتاعي هيزيد بطريقه كويسه، هبتدي احرق دهون بطريقه كويسه، هبتدي النفسيه بتاعتي هتكون افضل ان انا اقدر اكمل الدايت بتاعي. يعني اعتبروها دي مكافاه بتاعتكم ان انا عشان ماشي على الدايت بتاعي كويس جدا ببتدي باخد شيت ميل، بدخل الشيت ميل بتاعتي والشيت ميل بدخلها بطريقه صحيحه. طبعا ما ينفعش افضل طول الاسبوع او طول اليوم عمال اكل بقى هنا وهنا، بقول انا يوم الفري بتاعي ده، كل الكلام ده غلط جدا، ما ينفعش اعمل كده. المفروض ان انا كنترول على الشيت ميل بتاعتي، برضو اخد الشيت ميل بتاعتي عشان تكون وجبه مفتوحه كويسه، هي في نفس الوقت بدي سعرات حراريه كتيرة شوية او ما تبقاش عالية جدا، يعني لازم اكون برضو موازن الموضوع دي مع النيتريشن بتاعتي اللي معمولة وعلى اساس انا عامل عجز سعرات حرارية قد ايه، لازم احسب كل الموضوع ده، واللي بيتابع معايا سواء المدرب او سواء الدكتور هو اللي بيقول لي الحساب بيكون ازاي. طبعا انا هستفيد جدا لما اعمل شيت ميل او اعمل وجبه فري، هي دي هتفيدني في حاجات كتيره جدا، وطبعا هتجري الدوره الدمويه في جسمي، بالتالي نفسيتي هتبقى احسن، هنزل الجيم وهتمرن، بالتالي هحرق سعرات حراريه كتيره، اعمل كارديو بطريقه كويسه، ولازم اهتم بالكارديو بتاعي برضو عشان الكارديو هو اساسي جدا. وناخد بالنا من حته الكارديو دي، الكارديو دي لازم اكون داخل في زون معينه، الزون اللي هي تكسر الفات بتاعي او تحرق الفات بتاعي بطريقه كويسه. يعني في ناس كتير ممكن مثلا بتعمل 10 دقائق كارديو بس او 5 دقائق كارديو، ده مش كارديو يا جماعه، لازم نعمل الكارديو بطريقه صح على حسب المدرب يقول لي بتاعي، على حسب الكارديو اللي انا محتاجه، سواء انا عامل زون 1 او زون 2 او 3 او 4 او 5 ايا كان، عشان ابرن فات بيهم، لازم ابرن فات كويس جدا، ولازم اخد بالي من الكلام ده كله، واهتم طبعا بالتمرينات بتاعتي وتمرين الرجل، في ناس كتير بتعمل تمرين رجل، عشان كده انا هقول لكم على تمرين ليج بريس. التمرين ده في ناس كتير بشوف تعمله بطريقه غلط جدا، والتمرين ده مهم جدا، وتمرينات الرجل طبعا معروفه، اللور بودي كله مهم ان انا اهتم بيه في تماريني، وده لازم يكون رقم واحد في البلان بتاعتي. طيب هنبتدي نعمل التمرين دلوقتي، تمرين الليج بريس. طبعا ده تمرين معروف جدا وفي جيمات كتيره وفي اماكن كتيره، طبعا لازم ان انا اكون، طبعا هو الليج بريس ده مختلف شويه، هو ممكن يكون حديث اكتر، ببتدي اظبط بس الويت بتاعي
وبعد كده بحط رجلي بنفس الشكل ده كده. طيب في ناس بتلعب بقى 7 وبتلعب 11 وبتعمل حاجات وبتعمل كده وبتقفل كده، طبعا كل الكلام ده غلط، عشان انا هقصر على الجوينت بتاعتي. المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني اعملها في اتساع كتفي بنفس الشكل كده، بتبقى 11 بنفس الشكل، ممكن رجلي يكون عامله كده سنه عشان احافظ على الجوينت بتاعتي. بطلع بنفس الشكل ده كده وبنزل، بطلع وبنزل. انا كده اشتغلت على الأمامية الرجل بتاعتي، واشتغلت برضو على الخلفيات بتاعتي، واشتغلت على الكلام ده كله. طيب ما ينفعش ان انا بشوف ناس كتير ممكن مثلا تعمل بالشكل ده، تقول لي مثلا يا كوتش هلعب 8، هلعب 7، هلعب اي حاجه من دي. ما فيش الكلام ده، ما ينفعش كل ده. او مثلا ان انا احمل، في ناس كتير بتلعب بنفس الطريقه دي، بتحمل على مشط رجليها، ده ما ينفعش. لازم ان انا وانا بلعب رجلي كلها ثابته، مشط رجلي وكعب رجلي بنفس الشكل ده كده في اتساع كتفي، بنزل لحد الاخر، بجيب العده كامله وبطلع اخد نفس. التبس الاخيره ان انا ما افردش ركبتي على الاخر، يعني لازم ركبتي تكون متنيه سنه بسيطه، بالذات لو انا عندي مشكله في رجلي او في الجوينت او خشونه او اي حاجه، لان ان انا اعمل كده انا كده بالظبط بنفس الشكل ده كده، انا كده باذي المفصل بتاعي، وعلى فترات بيجي لي خشونه او بيجي لي التهابات مزمنه وببقى مش عارف ايه المشكله. ما ينفعش احمل فيه وزن كبير جدا التمرين ده، الا لو انا عارف وبجيب العده صح، واخد بالي كويس جدا من وانا بطلع وانا نازل، اهتم بالنيجاتيف موشن كويسه جدا، اللي هي الحركه السلبيه والحركه الايجابيه برضه. يعني في ناس تهتم بالحركه الايجابيه وتقول لك اصل اهتم بالسلبيه والايجابيه، لا لا، نهتم بالاثنين، الحركه كامله نهتم بيها كويس جدا عشان نكون مظبوطين جدا ونقدر نشتغل على الرجل بشكل اساسي وبشكل كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ناخد بالنا من احنا فتحه رجلي تكون عامله ازاي زي ما اتكلمنا عليها. والحاجه اللي بعد كده، ناخد بالنا ان في ناس كتير بتحمل على مشط رجلها بنفس الشكل ده كده، طبعا ده ما ينفعش، لازم رجلي كلها او الانكل بتاعي كله يكون على الارض او على الجهاز بنفس الشكل ده كده، وبحمل وبطلع عادي جدا. طيب العبه كم مجموعه؟ على حسب برضو البروجرام بتاعك وعلى حسب كل الكلام ده، بس انا ممكن اخده من 3 مجاميع، من 4 مجاميع، على حسب الفوليوم بتاعي عامل ازاي وقوه التمرين بتاعي عامل ازاي، ممكن من 10 ل 12 عده والكلام ده. طيب الناس اللي بتقعد بقى تقفل رجليها وتعملها بالشكل ده او تعملها بالشكل ده او كل الاشكال زي ما اتكلمنا عليها، كل الكلام ده مش غلط جدا جدا، لان ده هيسبب مشاكل كبيره في انكل رجلي والجوينت بتاعت رجلي. ومفيش اي حاجه بتثبت او العلم الحركه بيقول ان ما ينفعش ان انا العب بنفس الشكل ده كده، زيه برضه زي تمرين السكوات. تمرين السكوات برضه في ناس بتلعب بطرق غريبه جدا، بلاقي مثلا فاتح رجله جدا او قافل رجله قوي، طب ده ما ينفعش، هو هينزل ازاي؟ الحركه الكامله ازاي؟ كده لازم العب بطريقه صحيحه جدا عشان اتفادى اي اصابات. وبكده نكون احنا عرفنا تمرين الليج بريس بيعمل ايه، اتفادى اي اصابات واتفادى اي حاجه بالطريقه الصحيحه، وناخد بالنا جدا من التبس دي بس كده.